اهلا وسهلا بكم في درس جديد من سلسله دروس تعليم التسويق الالكتروني المقدمه من هوا جروب ودوره التسويق الالكتروني على مواقع الاعلانات المبوبه. والنهارده هنتعلم مع بعض ازاي ننزل اعلان مبوب على موقع وسيطك. تمام، في وصف الفيديو اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي ده هتلاقوا لينك في فايل باسماء المواقع المهمه بالترتيب زي ما انا عاملها بالظبط كده. هتنزلوا الفايل ده على الجهاز بتاعكو بحيث ان انت لو نزلت اعلان على كل المواقع دي مش هياخد منك ساعة او ساعتين، بس الاعلان بتاعك هيكون له نسبة انتشار عالي جدا وهيبقى مردوده كويس قوي، سواء بتعرض لمنتج او لخدمة انت بتقدمها. وفي نفس الفيديو في مكان الوصف ده هتلاقي لينك تاني، اللينك ده موجود فيه فيديوهات فيها شروحات كل المواقع دي، شرح كامل لكل المواقع دي. تمام، هتتفرج على الفيديوهات دي عشان تعرف ازاي تعمل اعلان مبوب على كل المواقع دي. وفي نفس الوقت هتلاقي لينك تاني في دورة كاملة خاصة بالتسويق الالكتروني. هنخش على موقع وسيطك. موقع مهم جدا، اضافة الاعلان المبوب فيه سهل جدا وسريع جدا، وفي نفس الوقت اي حد مشترك في الموقع ده بيجيله رسالة على الايميل باحدث الاعلانات اللي نزلت، ففي نفس الوقت بيعتبر تسويق من خلال الايميلات. يعني انا لما اكون بفتح الايميل بتاعي ولا رسالة جايه من موقع وسيطك بالاعلان بتاعك اللي نزل، شوف كم واحد بيجيله الرسالة دي، فدي في حد ذاتها فرصة ليك ان انت تنشر اعلانك على نطاق كبير جدا. فالموقع ده موقع مهم اوي 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 للاعلانات المبوبة. اول حاجة هعملها هدوس اضف اعلانك مجانا. وهنا اضفت الاعلانات بتكون من غير تسجيل، يعني مش شرط ان انت تعمل حساب على الموقع عشان تسجل اعلان عليه. يبقى أول حاجة بعملها بدوس أضف إعلانك مجانا. هنا بيقول لك من فضلك اختار الفئة الرئيسية اللي عايز الإعلان بتاعك ينزل فيها. هشوف لو في فئة الخدمات، أنا هاخد فئة التعليم لأن أنا مهنتي إن أنا بعلم، ومهنتي برضو إن أنا بعمل تسويق لمنتجات الغير، فبالتالي هاخد التعليم. ملقتش حاجة تتعلق بتعليم التسويق الإلكتروني أو فئة فرعية تناسبني، بختار أخرى على طول. تمام أهو، هنا مدة الإعلان أنا عايزه ينزل قد إيه؟ شهر، أفضل حاجة شهر. تمام، تكتب عنوان الإعلان بتاعك هنا. تمام، وليكن مثلا تعليم التسويق الإلكتروني. تمام، بتكتب هنا الكلمات الدلالية بتاعتك، وليكن التسويق الإلكتروني. تمام، اخترتها اهو. طبعا اي حد بيعمل سيرش على جوجل على كلمة التسويق الإلكتروني، فبالتالي ده بيضاعف فرصتك ان الاعلان بتاعك يظهر في نتائج البحث في جوجل، فبالتالي يجيله نسبة مشاهدة عالية. هنا بكتب تفاصيل الاعلان بتاعي. تمام، اقول مثلا هوا جروب للتسويق الإلكتروني ترحب بكم وتعلن عن دورة جديدة في التسويق الإلكتروني. الدورة مجانية، فقط اتصل على الأرقام الآتية. تمام، باجي هنا احط السعر. لو انا عامل الدورة بفلوس بحط فلوس، السعر بتاعي مثلا وليكن كذا. لو مش عاملها مجانا ممكن اسيب اصفار كده زي ما هي. تمام، الشحن طبعا ده مش منتج، فبالتالي بسيب الاصفار زي ما هي. معلومات الاتصال بحط البريد الالكتروني هنا، بحط رقم التليفون لو عندي رقم تاني بحطه هنا.
تمام. لو عندي فاكس بحطه، ما عنديش بلاش، بحط عنواني هنا، عنوان الشركة، عنوان البيت، عنوان السنتر، عنوان مركز التجميل ايا كان، او ممكن اسيبه لان دي معلومات مش اساسية. المعلومات الاساسية دايما هي المعلومات اللي بتبقى في الاول، تمام. الدولة بختار مصر، المدينة بختار المدينة بتاعتي، الرمز البريدي بحطه هنا، بحمل من صورة لست صور، يعني هو بيديك حق انك انت ترفع ست صور، تمام. وبعدين بدوس الخطوة التالية على طول، تمام، فبيجيب لي بيانات بسيطة برضو بملاها، واروح دايس نشر الاعلان، تمام. دي طريقة نشر الاعلان على موقع وسيطك. بتمنى يكون الشرح عجبكم، وما تنسوش في وصف الفيديو هتلاقوا لينك فيه فايل بالمواقع الاعلانية اللي موجودة دي، حمل الفايل ده عندك عشان تنزل اعلاناتك على المواقع دي، ما تقعدش تدور على المواقع دي في جوجل، بتنزل عليها بالترتيب زي ما انا عامل كده، تمام. وهتلاقوا لينك تاني فيه شرح كامل لموقع موقع من المواقع دي وازاي تضيف اعلاناتك عليها، وهتلاقوا لينك تالت فيه دورة كاملة بالتسويق الالكتروني، يا ريت تتفرجوا عليها لان دي هتبقى مفيدة جدا جنب الدورة دي. وهتلاقوا كل مواقع التواصل بتاعتنا على فيسبوك وتويتر، هتلاقوها برضو في الوصف، وهتلاقوا ارقام تليفوناتنا. ارجوكوا اقروا الوصف كويس اللي تحت الفيديو لانه مهم جدا جدا جدا، ولو احتجتوا لاي حاجة احنا منتظرين استفساراتكم على مدار ال 24 ساعة يوميا. بتمنى يكون الشرح عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.